الآن نستمع وإياكم إلى مدير عام الشركة العامة لكبريت المشراق واسمه سعد أمين الذي تحدث عن أسباب الحريق وحيثياته. نتابع جزءا من تصريحه بشأن هذا الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم. أسباب الحريق اللي أدت إلى دخول الحريق إلى الشركة العامة لكبريت المشراق كان من خارج الشركة، حيث تعرضت القرى المجاورة إلى حريق يوم أمس بسرعة، كانت سرعة الرياح عالية ودرجات الحرارة مرتفعة. قمنا كشركة بالإسراع بمكافحة الحريق حتى من خارج الشركة، لكن التف علينا الحريق من القرى المجاورة ودخل إلى داخل الشركة وأدى إلى حرق مساحات كبيرة من الأعشاب الجافة نتيجة لكثرة هذه الأعشاب وارتفاعها بسبب موسم الأمطار لهذه السنة. قامت شركتنا أيضا بإجراء المكافحة وأيضا الاستنجاد بالدفاع المدني في نينوى وبالقطاعات الأمنية المحيطة بالشركة.